الإسرائيلي. صح صح. لقد إيه بده يضلوا ضابط نفسي؟ الأبيض أعلن من جمعة أنه على حزب الله لا يحاول الاستفادة من الصراع الدائر في غزة، والولايات المتحدة لا تريد يعني أن يتوسع الصراع ليشمل لبنان. بدي أقوله أنا أنه عندما يوسع حزب الله حربه على إسرائيل، أو إسرائيل تحاول أن تستدرج الحاملات الطائرات والبوارج الأمريكية لضرب حزب الله، بتوسع جبهة وتنتقل إلى سوريا والعراق وإيران. نعم. وعندها لا يمكن ضمان الدول اللي عم نحكي عنها مثل مصر وشعوبها وقطر وتركيا وشعوب، يعني هاي المنطقة كلها ساعتها الشعوب كلها بيتغير الوضع. نعم. أنا اللي بدي أقوله أنه يمكن أنا معك، كنت من أول الناس قلت أنه ما في حرب، وأنا لازلت على موقفي لا يوجد حرب بمعنى حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، ولن يحصل حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، إنما في عملية توسعة للحرب الكلاسيكية الموجودة، ولكن ضمن ضوابط. نعم. كمان بتضل ضمن ضوابط، يعني وقت بروح أربع، وقت بروح سبعة بحمص لحزب الله، سبعة شهداء لحزب الله، بدهم يقصفوا اليوم مستعمرة، وبدهم يقصفوا غيرها ويقصفوا غيرها، بتصير العملية رد برد. بس نعم. أنه أكثر من هيك برأيي أنا لن يكون هناك حرب شاملة، لأنه أي ساعة ما بتفرط العملية كمان أمريكا ما فيها تتورط بحرب شاملة كما تورطت بأفغانستان وبالعراق وكذا، ودائما عندما هي تنزل ضد مجموعة معينة بترجع بتسلمها السلطة وبتفل. أمريكا مش مستعدة، وخاصة جو بايدن منه مستعد، هو ينتظر أن نتنياهو يسحق غزة. جو بايدن بأدمنه يعني خبيث بسياسته وأدمنه متفق مع الإسرائيلية، هو ينتظر انتصار الجيش الإسرائيلي على غزة. نعم. إلى حد ما، وخاصة على جنوب غزة للأسف الشديد عم بيحكي هذا المطلب الأمريكي. و57 مسؤول ورئيس وأمير وملك كانوا موجودين، ما بيقدروا يعملوا أكثر من اللي عملوه. نعم. يعني أكثر شيء قدروا اجتمعوا ووصلوا إلى هذا المنطق. لن يختلف أحد مع أمريكا لأجل غزة. الرئيس التركي هو من الإخوان المسلمين يعتبر، وأكثر واحد في روح بالحرب ويقاتل أمريكا وإلى ما هنالك. لك وينه؟ أكثر شيء صاحب السفرة، صاحب السفرة هو عملية يعني مسطحة، منشيله من هون وبنفس الوقت نحميهم. يعني بتسحب السفير التركي من تل أبيب، من القدس اللي بسموها، ساعتها تل أبيب تسحب السفيرة الإسرائيلي من تركيا بتحميه، لأنه المظاهرات عم تصير على السفارة الإسرائيلية بتركيا أو غير تركيا، بتحمي السفير وبيقدروا يعملوا بدنيا، لأنه عارفين اثنينتهم أنه الحرب على غزة سوف تكون شرسة. طلعت برأس غزة وطلعت برأس الحمسويين برأيي أنا، لأنه أي ساعة ما بيطلعوا الحمسويين منتصرين من هاي المعركة لن يكون هناك بقاء للسلطة الفلسطينية. نعم. رح نخوض هيدا النقاش أكيد، وخصوصا أنه يمكن البعض تخطى فكرة أنه تستلم السلطة الفلسطينية قطاع غزة، وتم رفض. رح نحكي بهيدا النقاش، بس صار معنا جاهز على الخط الوزير السابق شارل رزق. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. رح بلش معك من موضوع غزة تحديدا، هذه المجازر اللي عم بتصير بحق أهل غزة. كيف تقرأ الموقف العالمي بخصوص هذه المجازر، وامبارح موقف الدول العربية والإسلامية، وما نتج عن هذه القمة؟ تفضل. يبدو أنه انقطع الخط، رح نرجع نحاول نتصل مع الوزير السابق شارل رزق. أستاذ جوزيف، يعني كنا عم نحكي عن هذا الموضوع اللي هو السلطة الفلسطينية اليوم قديه حتى أهل غزة قادرة تتقبل السلطة الفلسطينية، على الرغم من أنه مساندة أهالي الضفة لأهل قطاع غزة، ولكن بالسياسة هناك كثير علامات استفهام حول السلطة الفلسطينية وما تمارسه بالمحافل الدولية أيضا. السلطة الفلسطينية برئاسة شخص اسمه أبو مازن محمود عباس، من سلطة مقاتلة، هذه سلطة معتبرة حالها هي شبه دولة،
ومطلوب اعتراف أممي فيها وما عم يعترفوا، اعترفوا بالحكي يعني. ما إذا بتفوت بالحرب معهم مع الإسرائيلية بصير مصير محمود عباس وكل القيادين عنده مصير أبو عمار يعني رئيس الراحل ياسر عرفات، يعني بينتهي كل الموضوع بكفوا عليه. بنفس الوقت بيعرفوا أنه حرب ثالثة بقلب الضفة ما فيهم يعملوا، الإسرائيلية ما فيهم يفتعلوا حرب. بس مع هذا وكله صار ميت أكثر من 90 شخص مقتلينهم، إما المستوطنين اللي تسلحوا وإما الجيش الإسرائيلي اللي سيطر اللي عم يداهم المخيمات ويداهم إلى ما هنالك بقلب الضفة الغربية. أوكي. طيب يبدو أنه عم بيكون في صعوبة بالتواصل مع الوزير السابق شارل رزق، رح نشوف هلأ إذا رح نقدر نرجع نتواصل معه خلال هيدي الحلقة، ورح نكفي نحن وياك هذا الحديث عن موضوع حتى الحلول اللي عم تطرح، على الرغم أنه مبارح ما ناقش قمة الرياض هذه الحلول، ولكن في حلول كتير عم تطرح وكلها عم توصل نهايتها للفشل. اليوم لوين واصلين بهيدي الحلول؟ وشو رح يكون مصير حماس على الرغم من أنه استراتيجيا وعسكريا بعد قدرة حماس هي ذاتها وما نمست، مثل ما يعني الحمساويين اللي بلبنان عم بينقلوا هذه الآراء إلى القيادات اللبنانية أنه حماس بعد بقوتها وبعد قادر تواجه للأخير، كيف سيكون؟ أنا برأيي إذا ما توفقوا بقائد العملية يحيى السنوار ومحمد ضيف وقدروا يوما ما يعني بقيوا بغزة أو طلعوا منها بسلام وأمان، حماس منا عملية يعني خنادق وعملية أنفاق وعملية يعني بوريد وكذا. حماس هي لا تؤمن إلا بزوال دولة إسرائيل، لذا هذا الفكر هو فكر يعني بالنسبة لحماس مخالف لقضية الدولتين، قضية السلطة الفلسطينية. وما أدراك ما هي الدولتين؟ يعني اليوم أنه طروحات نتنياهو من بعد عم بيقول إذا بقيت حماس نتنياهو كنا عم نقول أنه بيخسر، وإذا ما بقيت حماس نتنياهو هو جثة سياسية بس بانتظار دفنه، بس تنتقل الحرب يعني هذه الجثة تدفن.